عن موضوع يعني يمكن لما جت كورونا وانت في فتره يعني توقفتي وصرتي تدربين او يعني تعطين تدريبك وتعليمك لطلبتك من خلال الاونلاين، شلون كانت التجربه معك؟ وايد صعبه يعني، مو بالنسبه لي انا، بالنسبه حق الطلبه، لان يعني بالنهايه هم طلبه مو بروفيشنال، عشان ممكن اعطيهم المعلومه واعطيهم ملاحظات ويؤدونها. يبي لهم يكونون قدامي، لان في حجاب حاجز، لازم في تنفس لازم اشتغل عليه، في رنين لازم اسمعه بالايباد ولا بالتليفون، ما اقدر اسمع الصوت، يكون مو واضح، ومرات النت يفصل يقطع، واي يعني والبرنامج وضغط عليه. فاحيانا حتى الطلبه لما يقولوا لي استاذه ترى ما قاعد يوصل لنا اللينك مالك، فمعلق، فاضطر اني اكنسل الحصه. يعني احس انه وايد تعبت، بس ان الطلبه قاعدين يحاولون، يعني اطرش لهم اغانيهم ارياتهم على اليوتيوب، اطلعهم مع المغنيه نفسها واطرش لهم اياه، واطرش لهم الاغنيه الاريا نفسها مع بيانو جايد، صوت بيانو، لان هي بالنهايه عشان ورشة يكون مسنود الصوت، ورشه عمل يعني، هي اكثر من ان هي تدريس وشيء نظري يعني، يعني أنا فعلا كل صعب. عملي يعني انا لما مثلا انا اذا بدرس تاريخ موسيقى طلبة قاعدين اشرح، لان مادة نظرية اشرح، اتكلم عنه مثلا آتي كمان عرفني عن الاوبرا شنو، الاوركسترا، الكونشيرتو، هذا نظري اقعد اشرح، والطلبة يكتبون عندهم لازم اشرح لهم وهم يقرون ويشوفون، هذا وايد سهل. لكن لما يطبق عملي ما اقدر، لان اول شيء الصوت يسبق الصوت يسبق الصوره، زين، وهم على ما توصل لهم المعلومه اكون انا على ما توصل، يعني صعب صعوبه. فلدرجه اني انا هالسنه ماخذه طالب تاسيس، تخيلي تاسيس، هذا شلون باسسه على الاونلاين طبعا، وهو طالب توه مبتدئ ولازم يعرف الاساسيات والقواعد اللي امشي عليها بالفويس. واول سنه احنا عندنا في المعهد اول سنه اولى عالي بالفويس، لازم سنه كامله تكنيك نفس، تكنيك صوت، اعيش خيال، اعيش اجواء الفويس، شلون يؤدي، من وين يطلع رنين، هذا كله ما ينفع اونلاين وهو تو طالب جديد. فاضطريت اني تواعدت معاه عند مصافه المعهد، قلت له تعالي عشان اعلمك النفس شلون تاخذه، تكنيك النفس، ونزلت البيانو عندي على الجهاز علشان اعلمه اسوي له فوكاليزات عشان يعرف مخارج الحروف شلون يؤديها، تجويف الفم شلون يكون، صار التعليم بالمواقف. اي حتى علمته تمارين يشتغل عليها علشان يؤديها، عشان ابي صوته يكون برن. قلت له هذا احنا مؤقت، هذا واجب عندك، النفس هذا ما تده، واجب عندك يومي تشتغل عليه علشان ابي اطور صوتك، بس مشكله انا عندي فوكاليزات، هو ما يقدر كمبتدئ انه اخليه يسوي فوكاليزات بروحه، لانه ممكن يجرح صوته، يسوي شرخ بالصوت، فيؤدي الى يعني الاحبال الصوتيه، يصير فيها نتوءات. فانا اقول له انسى فوكاليزات نسوي، صحيح، بس ابيك تشتغل لي على الاريات اللي انا اعطيك اياها، واعطيته اشياء مبسطه بس انه يشتغل عليها. على الطاري هذا، الاعداد قاعد يقولوا لي انه في موقف صار معك بهالموضوع، الطالب بالمواقف. اي هذا مواقف السيارات عندنا في المعهد، هذا هو طالب واقعي، لانه ما نقدر ندخله يعني المعهد. كنت جايبته بالمواقف؟ جبته، دقيت عليه وقلت له تعال مواقف السيارات علشان اعلمك النفس شلون تسوي، لانه ممنوع الطالب يدش المعهد. اوكي. الطلبه ممنوع، لانه سبحان الله يدش ممكن يحوش كورونا شيء ما تدرين، فتصير مسؤوليه على المعهد. فعلا. واساسا هو هذا امر من الوزاره، انه ولا طالب يداوم في سواء بالتربيه او في المعهد. فاضطريت اني اي مواقف السيارات وعلمت النفس شلون ياخذه، وتمرنت عليه شويه، تقريبا قعدنا نص ساعه. زين، عرفتي، علمتي الاساسيات، علمت النفس شلون ياخذه، قلت له هذا واجب عليك تسويه. ان شاء الله عاد يومها كان الجو حلو وانتم قاعدين مواقف السيارات. لا اشوى، كان براد، عشان بعد لما يصرخ تحت المظله، عشان لما يصرخ بعد يكون المكان مفتوح، بعد ما يزعج احد بكافيه ولا شيء. لا اشوى، لا خوش فكره صراحه. اي والله كانت خوش فكره.